ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم محمد صفي من شركة رافلن انفست العقاري من منطقة ياشيكوي. مرة تانية عنا أرض قريبة للأرض اللي صورناها بفيديو سابق. الأرض هاي مختلفة عن هذيك الأرض، هاي الأرض مساحتها أكبر. هاي الأرض هون نحسن منعمر عليها كمان فيلا بمساحة أكبر. هاي الأرض مثل ما حضراتكم شايفين منطقتها أقرب للطريق الرئيسي، يعني من هون للطريق الرئيسي تقريبا في 1.5 كيلومتر. منطقتها مخدمة كهرباء، مي، انترنت حتى واصل لهي المنطقة. منطقة كتير حلوة هذه المنطقة. مثل ما خبرتكم بالفيديو السابق انه دخلت بالاعمار بشكل جديد، يعني صارت المنطقة عمارية فيلل وابنية بشكل جديد. طبعا ارضنا هي مساحتها مختلفة عن هذيك الارض، سعرها مختلف عن سعر هذيك الارض، البناء اللي بنحسن بنعمره عليها مختلف عنها. خلوكم معنا لحتى نشوف كل التفاصيل. Hatları nasıl yapacaklar? Telefon attım, telefon attı var ya. وصلنا مع بعض لختام فيديو اليوم. مساحة الأرض 343 متر مربع مثل ما شفتوا حضراتكم بالفيديو. مباشرة جمنا في مجمعات جديدة طلعت في المنطقة. الأرض هون بحق لنا نعمر عليها مساحة بناء 3 أدوار بمساحة كل دور 125 متر مربع. طبعا بحق لنا نعمر عليها فيلا. منطقة مثل ما سبق وخبرتكم أنه المنطقة مخدمة، مي، كهرباء، إنترنت، مواصلات، منطقة مفتوحة بشكل جديد. منطقة دخلها الإعمار تقريبا من فترة 20 لـ25 يوم، يعني هون الأراضي أسعارها صارت كتير حلوة وصارت مناسبة للاستثمار وصارت مناسبة إنه هي تصير ضمن المدينة. تفاصيل أكثر ومعلومات أكثر بتشوفوها بصندوق الوصف في صفحتنا. إن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد وعرض جديد لهذاك اليوم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.